يلا السلام عليكم. هذا الورد يخليك قدام أنظار مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه، صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه وجميع خلقه على محمد وآل محمد، وسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. هذا سويه 40 مرة باليوم، تهدي ثواب فاطمة الزهرة، تكون بين أنظار مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه، وإن شاء الله تكون من أنصار مولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه. التزم بيه وشوف خيره. السلام عليكم ورحمة الله.